بصي عشان ما يقولوش ان احنا متحيزين يعني، كلمينا عن فريق الرجال، مين المسؤول عنه، مين المسؤول عن السكاوتنج، مين اللي بيجيب اللعيبه، مين اللي بيجيب المحترفين، عشان ما يقولوش علينا يعني ان احنا بنشجع السيدات بس. ستراكشر عندنا زي ما عندنا مدير رياضي ماسك فرقه الكره النسائيه اللي هي مريم هشام، عندنا برده مدير رياضي ماسك فرقه الرجال محمد الجمل، هو برده مسؤول عن تكوين الفرقه وكل التفاصيل اللي ليها علاقه ببني الفرقه نفسها. فالحمد لله يعني هما الاثنين بصراحه يعني اعتقد شغلهم واضح جدا الحقيقه. يعني احنا الحمد لله الموسم يعني يعتبر في نص الموسم، لحد دلوقتي الفرقه النسائيه ما خسرناش ولا تعادلنا ولا ماتش ولا دخل في هدفنا في مرمانا ولا هدف. فرقه الولاد برده الناحيه الثانيه لعبنا 11 ماتش 33 نقطة برضو، ولا تعادلنا ولا خسرنا ماتش. فأعتقد يعني أن الأرقام مبينة الشغل يعني اللي بيحصل سواء على فريق الرجال أو فريق الكرة النسائية. فهما الاثنين سواء مريم أو محمد الاثنين بصراحة يعني قايمين بدور كبير وعاملين مجهود كبير قوي أن هما يعني النتائج تطلع بالشكل اللي احنا شايفينه. والحقيقه كمان الجميل في الموضوع ان انتم مش متحيزين لحد على حساب حد، انتم اللي بتعملوه مع الرجال بيحصل مع السيدات، بيحصل مع رايت تو دريم، مع الصغيرين، مع الكبار، فده شيء يحسب ليكم، لانه ساعات في كفه بتميل على الثانيه، لكن انتم مدين الكل يعني نفس الاهتمام ونفس الامكانيات ونفس كل حاجه يعني. لا وبعدين عشان كل حد ليه يعني مسؤول عن الفرقه بتاعته، فهتلاقي كل حد مدي يعني تركيزه 100% على الحته بتاعته. ف يعني هتلاقي، وعشان زي ما كنت بقولك في الاول من الاول احنا عارفين احنا النادي ده عايزين منه ايه وحاطين بلان للخمس سنين اللي جايين، فكل واحد شغال هو عارف بالظبط هو شغال بيعمل ايه. فده اعتقد بيساعد يعني في يعني المساواه بقى، ان تبقى الدنيا مساواه والنتائج تبقى زي بعض. لا الاهتمام يعني في سواء على ناحيه الاكاديميه او الفريق الاول نسائي او رجال، احنا الدنيا الحمد لله الاهتمام واحد زي ما بتقولي، يعني اللي بيتعمل هنا هو اللي بيتعمل هنا.